اهلا يا دكتور، نحب نتعرف بحضرتك. انا اسمي استاذه دكتوره نبال عبد الرحمن، استاذ كلينيكال نيوتريشن في المعهد القومي للتغذيه. اهلا يا دكتور، تشرفنا بيك. دكتور، كنا حابين نعرف من حضرتك عن التغذيه بالنسبه للاطفال المرضى بالسكر، النظام الغذائي بتاعهم ايه الافضل ليهم؟ طبعا اطفال مرضى السكر لازم نعرف هم نوع ايه. طبعا زمان من قبل 20-25 سنه كنا لما نقول طفل مريض سكر يعني معناها النوع الاول من مرض السكر، يعني عنده يعني لازم ياخد انسولين. لكن دلوقتي مع انكريزنج زياده معدل انتشار السمنه بدا يظهر النوع الثاني من مرض السكر في الاطفال. فاول خطوه لازم نعرف اذا كان هو نوع اول ونوع ثاني، لان النوع الاول يعني هنبدا على طول بانسولين، حتى النوع الثاني ممكن نبدا بانسولين بس هيبقى عارف ان هو ممكن يعمل ويننج، يعني يشيل انسولين وياخد اورال ادويه بالاقراص يعني. فدي مهمه ان احنا برضو نعرف اولا عشان نقول للبيشنت، وعشان نعرف احنا بالنسبه لنا المتوقع ايه وخطه العلاج وخطه التشخيص ايه. عموما هو في الطفل مريض السكر زي الطفل العادي، برضو الناس فاكره ان مريض السكر ما ياكلش، ده طبعا غلط. كل احتياجاته، لان ده في مرحله نمو فلازم احافظ على النمو بتاعه. فلو عندي مريض سكر عنده 10 سنين هياخد نفس الكميه بتاعه لو هو مش سكر، ما عندوش سكر وعنده 10 سنين. بس ايه الفرق بقى في التوزيع وفي ال يعني الماتشنج بين الاكل وبين الانسولين اللي بياخده، يعني التوقيت. يعني احنا دايما مريض السكر دايما نشرح له، نقول له ماذا تاكل وكيف تاكل ومتى تاكل. فماذا وكيف دي هي نفس الكميات ونوعيات الاكل المفروض ياكلها مريض السكر، زي فاللعب كله في متى. متى دي يعني انا مثلا لازم كل نوع انسولين انا بديه للطفل، لازم طبعا الطبيب اللي بيقول كده لازم يعرف هو بيبدا يشتغل امتى، ذروه عمله امتى، ومده عمله قد ايه. على اساس ان انا بحدد الوجبات، يعني مثلا اللي بياخد حاجه زي اللي هي الانسولين البشري مثلا المفروض بيبدا يشتغل بعد نص ساعه او ساعه الا ربع، فيبقى ياخد الابره وبعد نص ساعه يبقى ياكل. لكن اللي بياخد مثلا اللي هو الفيري رابيد انسولين اللي هو الانسولين السريع جدا، لو هو برضو مؤشر السكري بتاع الاكل واطي ممكن انا ابدا اكل وبعدين اخد الابره. فطبعا كل نوع انسولين ليه تغذيه خاصه، والمفروض ان الطبيب يعلم المريض بتاعه على حسب النوع الانسولين اللي هو كاتبه له. طبعا برضو لازم نعرف ان اي نوع انسولين لو هو مثلا ذروه عمله يعني بيبقى عالي جدا الانسولين بعد قد ايه، لان لازم يبقى ياخد وجبه خفيفه في الوقت ده. في طبعا انواع الانسولين ملهاش الذروه دي، فدي بتبقى مختلفه عن اللي ليهم ايه ذروه وهكذا. فنوع الانسولين مهم جدا ان انا لازم اعرفه علشان احدد. ثواني معلش، انا مش سامعه حاجه. اخر جمله يا دكتور. فطبعا كل مريض عن طريق الطبيب بتاعه المباشر او اخصائي التغذيه اللي بيتعامل معاه يعرف نوع الانسولين وازاي ياكل معاها. وعموما اكل مريض السكر هو الاكل الصحي لاي شخص تاني سواء طفل او كبير، فياكل الاكل المتوازن مجموعات الطعام كلها. وفي كده طبق مخصوص لمرضى السكر، الطبق ده بنقسمه ازاي؟ يعني هو اولا الطبق حجمه 20 سنتي اللي هو القطر بتاعه 20 سنتي او 8 بوصه. بنقسم الطبق نصين، نص بنقول له يملاه خضار اللي هو غير نشوي، يعني طبعا ما فيهوش بطاطس بقى وبسله وكده، يعني خضروات غير نشويه تبقى سلطات وكده. النص التاني بنقسمه نصين بقى، الربع هيبقى نشويات والربع الاخر يبقى بروتينات خفيفه طبعا. وطبعا اسلوب الطهي مهم جدا، ده بالاضافه لاحتياجه من الالبان زيه زي الشخص العادي. في دهون مفيده جدا لازم مريض السكر ياخدها، الشخص العادي بياخدها ومريض السكر برضه، زي زيت الزيتون، زي الزيت الحار، زي المكسرات، زي الزيتون، بس طبعا بالكميه المحدده اللي هيحددها له الطبيب او اخصائي التغذيه اللي هو بيشرف عليها. تمام، ميرسي يا دكتور جدا على وقت حضرتك. العفو، ميرسي، مع السلامه.